اليوم في بيان صدر عن تيار الحكمة أنه الآن يقول لك إحنا لن نشارك في حكومة الكاظمي ولن نضغط على السيد الكاظمي في أن يعطينا وزارة، وهو حر في اختياراته. زين، بقية القوى السياسية الشيعية كما تراقب يبدو أنها مختلفة مع السيد الكاظمي. يعني شكرا للاستضافة، تحية مسائية طيبة لكل شاهديكم وضيوفكم الكرام. بالتالي ما يعنينا، يعني حقيقة الإجماع اللي حصل عليه السيد الكاظمي والاتفاقات اللي حصلت داخل البيت الشيعي أعتقد الكل لا زال ملتزم بها ويتحدث بالعلن وبالإعلام على أنه التزامه بتفويض السيد الكاظمي، تحدث عن البيت الشيعي. نعم. كل القادة الزعماء تبقوا على أن يفوضون الرجل في اختيار كابينة الوزارة، لكن بالمقابل أيضا الرجل من الذكاء بأنه ما يريد يترك الأمور تقع على عاتقه والمسؤولية في هذه المرحلة. نعم. يريد يحمل الكتل السياسية مسؤولية اختيارها ومسؤولية تجاوز هذه الأزمة. ما يريد يقع في نفس المطب ونفس الخطأ اللي وقع به السيد عادل عبد المهدي عندما فوضوا الكتل باختيار كابينة الوزارية، لكن بالتالي ضيقوا عليه ولم يعطوه حرية يا دكتور تطبيق برنامجه. أنت نعم. تتابع الأخبار الآن، يبدو لي ما حصل مع الزرفي وما حصل مع اللاوي يعاد، والآن في وسائل إعلام ومحطات تابعة لأحزاب يتحدثون بهذا، هم يدعمونه علنا لكنه يضغطون عليه سرا. الرجل شو يسوي؟ هذه الصورة أنت مراقبها موجودة الآن لو لا؟ يعني أنا أقول حقيقة لحد الآن لن نلمس من الداخل البيت الشيعي أو من القوى السياسية فرض إرادة، لكن بالمقابل الرجل مثل ما قبل قليل كنت أتحدث هو يريد أن يشرك، هو لحد الآن الخيار له، لكن يريد أن يشرك قوى سياسية، يعني ممكن أن يختار من هذه الأحزاب، ممكن أن يختار من يعني رجالات الصف الثاني مع في هذه الأحزاب السياسية لكي يحملهم مسؤولية هذه الوزارات. هذا أمر هو الرجل يريد يحققه وهو اللي يتحدث منه. يعني شو يحملهم أمر هذه الوزارات؟ هذا أسلوب اعتدنا عليه، هذا ليس أسلوبا جديدا. بالتالي حتى موضوع الآن تحدث على أن كل جهة سياسية أو كل حزب سياسي محدد الوزارات، أقول مو هو الآن تحددت، حددت مع حكومة السيد عادل عبد المهدي، كل واحد عرف حجمه وعرف استحقاقه ومن ثم عرف الوزارات اللي ممكن أن يحصل عليها، سواء كانت سيادية سواء كانت خدمية سواء كانت وزارات من الصنف السي أو الصنف الثالث اللي حسب تقسيمات الأحجام الانتخابية. بالتالي هذا الحديث مو جديد على الكتسس.